بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفصل الثاني من قصة Great Expectations. شرحنا الفصل الأولاني وهو موجود على القناة، هتلاقي في وصف الفيديو ده بلاي ليست مخصوص للقصة، فأنت ممكن تحفظ البلاي ليست دي عندك علشان كل الفيديوهات بتاعت القصة هتنزل فيها، سواء فيديوهات شرح القصة، قراءة القصة يعني، أو فيديوهات التمارين اللي هنحلها على القصة. إحنا آخر مشهد خدناه في الفصل اللي فات، تعال نفتكر مع بعض كده عشان نربط الأحداث مع بعضها. بقولك إن أنا لما كان بيب ومستر جو والسولجرز عند المارشز بيصلحوا في الكلبشات اللي كانت متكسره، سمعوا صوت فجأة. حلو، بدأ الناس اللي واقفين كلهم يجروا. السولجرز ران انتو ذا مارشز، بدأ الجنود يتجهوا بسرعه ناحيه المستنقع عند الصوت اللي هم سمعوه. ولما رحنا هناك وي سو تو من، شفنا اتنين رجاله. اكيد اتنين رجاله دول انت اكيد عرفتهم مين الاتنين دول، هم الاتنين الكونفكتس اللي كانوا هربانين. زي وير فايتنج، الرجاله كانوا بيتقاتلوا بعنف and covered in mud، وكل ما واحد يترمي على الارض يشيل طين، فهم الاثنين متغطين بالطين. السولجرز بولد ذيم اواي فروم ايتش اذر، الجنود شدوهم عن بعضهم واستهدوا بالله رجاله، والدنيا كل واحد فصل عن الثاني. In the light of the soldier's torch، في الضوء في النور بتاع الكشافات دي بتاعت الجنود، I saw the man that I had helped، انا شفت الراجل اللي انا ساعدته امبارح. طبعا ساعه ما بيب لمح الراجل اللي هو ساعده امبارح وسرق الاكل عشانه وسرق المبرد عشانه، بيب قال لك بس في مشكله دلوقتي. اولا او في مشاكل كتير هتحصل، رقم واحد اكيد المستر جو هيعرف الحقيقه ان انا سرقت المبرد وسرقت الطعام. رقم اتنين الراجل ده ممكن يشك ان انا اللي بلغت عنه فيزعل مني، الراجل اللي هو السجين، فبيبقى بدا يحصل عنه مشاعر ضايق بقى متلخبطه في بعضها. فبيب بيقول لك انا كان هدفي ونفسي اعمل حاجه واحده بس، انا نفسي اقول للراجل ده يا عم الحاج يا متهم يا سجين، I didn't tell the soldiers where to find you، اقسم بالله يا عم انا ما قلت للجنود على مكانك ولا حكيت لهم عن اني قابلتك او سرقت لك المبرد او الطعام. But all I could do was to shake my head، كل اللي انا قدرت اعمله في التوقيت ده ان انا بهز له في راسي كده، يعني بقول له والله ما حصل. He gave me a long strange look، الراجل بص لي بصه طويله وغريبه، which I will never forget، انا عمري ما هنساها. طبعا الراجل لما بص لبيب كان بيب يعني بيقول، انا حسيت ان الراجل ده بيقول لي والله لنفخك فيما بعد يعني. بس الموضوع ما طلعش كده خالص. الراجل اللي هو السجين اللي بيب سرق له الطعام والمبرد والجنود ماسكينه، قال انا عايز اقول حاجه يا جدعان، I have something to say، في حاجه عايز اقولها لكم. اللي هيتكلم دلوقتي مين؟ الكونفكت اللي بيب ساعده. قول يا عم الحاج. It was me، قال لهم يا جماعه والله انا المتهم يعني. I stole the food from the blacksmith's house، انا اللي سرقت الطعام اللي كان في بيت الحداد النهارده الصبح. وراح الراجل السجين ده بص على جو كده وقال له I am sorry that I ate your meat pie، وانا اسف يا فندم يا سيد جو ان انا اكلت الميت باي بتاعتك اللي انت كنت عامل حسابك ان انت تتمنظر بيها قدام الناس وكده. فساعتها طبعا المستر جو راجل طيب حتى في المواقف الزباله اللي زي دي، قال له يو ار ويلكم، يعني مرحب بيك، وي دونت وونت يو تو بي هانجري، احنا ما نرضاش برضو يا سيد كونفكت ان انت تكون جوعان. جو ريبلايد كايندلي، بكل ادب وبكل ذوق جو رد. وعلى فكره دي من بتبين لك ان جو كان انسان كايند فعلا، عشان كده لما اسالك ويقول لك ان جو ووز كايند ايفن ان ذا هاردست سيتويشنز، يعني جو كان لطيف حتى في اصعب المواقف، هتقول له ايه؟ هتقول بقى وين ذا كونفكت كونفيسد ذات هي ستول هيز باي، لما السجين اعترف انه سرق فطيرته، جو سيد، جو قال، وتروح فاتح له قوسين وكاتب له يو ار ويلكم اند ادد ذات هي ديدنت وونت هيم تو بي هانجري، واضاف انه لا يريده ان يكون جائعا. قولها باسلوبك مش لازم تحفظ طلاسم. The man turned away، الراجل بقى لف الناحية التانية كده. Then he was taken to a boat nearby which took him to the black prison ship، وبعدين الراجل خدوا الجنود خدوه ودوه على السفينة اللي فيها السجن. Far out of the marshes we watched as he climbed back onto the ship in the distance and disappeared، الراجل اختفى من قدامنا خلاص ما عادش ظهر قدامنا. في اللحظة دي the torches went out، الكشافات كلها اتطفت. A year boss، مرت سنة كاملة. I worked every day، أنا كل يوم كنت بشتغل. Helping neighbors، كنت بساعد الجيران في الأعمال بتاعتهم البسيطة. بس في المساء I went to the village school، كنت بروح المدرسة عشان أتعلم بالليل. يبقى حياة بيب لمدة سنة كانت طول النهار بيشتغل في البيت وبعدين يساعد الجيران وفي الليل يروح المدرسة. The old lady who taught me often fell asleep، ودي حتة مهمة جدا. السيدة اللي كانت بتدرس لبيب كانت مدرسة بتنعس كتير كده، بتنام على نفسها، عشان كده كانت بتسيب بنتها اللي اسمها بيدي تدرس لهم. عايزك تركز كده تاني، بيب كان بيروح المدرسة بالليل، المدرسة اللي كانت بتدرس لهم كانت بتنام على نفسها بتنعس، عشان كده كانت بتخلي بنتها اللي اسمها بيدي تدرس. يبقى بيدي دي بنت المدرسة. To show me how to read and write، كان بتعلم ايه بيب؟ بتعلم القراءة والكتابة. بقول لك one night، وفي يوم من الأيام بالليل جو سو مي سيتنج باي ذا فاير،
وفي يوم من الايام انا كنت قاعد بالليل كده وكنت عمال امارس الكتابه، عمال اكتب اكتب، فجو شافني جه قعد جنبي وقال لي يو نو بيب، تعرف ياد يا بيب، يو ار فيري كليفر، اقسم بالله ان انت عيل ذكي. فطبعا بيب مستغرب، ديد يو نيفر جو تو سكول جو، يعني انت عمرك ما رحت المدرسه يا جو عشان ما تعرفش تكتب او كده؟ فرد عليه جو قال له نو بيب، والله ما حصل يا بيب، ماي فاذر ديدنت ليت مي جو، ابوي اصلا عمره ما خلاني اروح المدرسه قبل كده، بات هي هاد ا جود هارت، لكنه كان راجل طيب، يعني راجل عطوف، هي توت مي تو بي ا بلاك سميث، هو علمني ان انا اكون حداد. And after he died وبعد ما مات I met your sister، أنا قابلت أختك، she is a fine woman، وأنا قابلت أختك وهي امرأة fine، عطوفة لطيفة جميلة يعني. طبعا في التوقيت ده بيب قال لنفسه أختي لطيفة إزاي، أنت أهبل يا عم، إذا كان هي مش مبطلة ضرب فيا وفيك. فطبعا بيب برضه ما قدرش على نفسه وقال لك I looked into the fire، أنا اتكسفت فبصيت على المدفأة كده مش عارف أقول له إيه يعني. I am glad you think so Joe، وبعدين قلت له على فكرة يا جو أنا سعيد إن أنت شايف كده، يعني أنا سعيد إن أنت شايف إن أختي دي حد فاين. I wish she wouldn't hit you. جو سيد. جو بيقول ايه كمان؟ بص يعني درجة اللطف والاحترام بتاعت جودي عالية اعلى ما يكون. بيقول ايه بقى جو؟ جو بيقول لبيب ده انا بتمنى يا بيب ان هي ما تضربكش انت. I would rather she hit me than you. ده انا بتمنى انها تضربني انا ما تضربكش انت يا بيب. We will always be best friends. على فكرة يا بيب انا وانت هنفضل دايما اصدقاء. وانت we مش صح يا بيب؟ Just then Miss Jo came in. في التوقيت ده دخلت المس جو. ركز معايا في الحته دي تاني كده. في المشهد ده احنا قلنا ان جو كان ان بيب كان قاعد بيكتب فشافه جو، جو دخل عليه قال له انت واد ذكي. بيب قال له هو انت ما رحتش مدرسه قبل كده؟ رد عليه جو قال له لا والله ما حصلش، انا ابويا اصلا ما كانش برضه يوديني المدرسه، بس هو راجل طيب لانه علمني ان انا اكون حداد، وبعد ما ابويا مات انا اتجوزت اختك وان هي كانت سيده فاين، سيده جيده يعني. فطبعا بيب مستغرب ازاي اختي جيده وهي بتضربك وتطحنك، فكويس انك بتقول كده على اختي والله يا جو. بيب في التوقيت ده مستغرب، فرد عليه جو قال له على فكره يا بيب انا بتمنى ان اختك تضربني انا ما تضربكش انت. طبعا في التوقيت ده دخلت عليهم السيده الفاضله اللي هي مراته اللي هي اخت بيب. اف طبعا في التوقيت ده اسمع بقى الكوتيشن ده مهم جدا. البنت اللي هي مس جو اللي هي اخت بيب بتقول ايه؟ If this boy is not grateful to me now he will never be. الواد ده لو ما كانش هيشكرني ويمتن لي في التوقيت ده فعمره ما هيعملها. I tried to look grateful. طبعا بيب حاول يبدو ان هو ممتن وشاكر وعمال يعمل حركات الهنود دي واداها التحيه وكده. But I didn't understand what she meant. انا مش فاهم هي قصدها ايه يعني، ممتن على ايه يا بنت تقول النهارده تضرب فيا؟ طبعا هتبدا بقى تتكلم مين؟ اخته تتكلم تاني. فاخت بيب بتقول المس هافيشام wants بيب to go to her house. المس هافيشام عايزه بيب يروح يشتغل عندها في البيت. And he must go. هو لازم يروح. Or I will make him work harder. وهو لو الواد بيب ما قبلش ان هو يروح ده انا هسود عيشته. مين المس هشام دي يا جدعان؟ طبعا احنا عايزك تعرف كده المس هشام دي كانت سيده غنيه جدا عايشه في بيت لوحديها مستقله وقافله على نفسها. طب قافله على نفسها ليه؟ هنعرف. Everyone in the village heard I had heard of Miss Havisham. اكيد الدنيا كلها يعني عارفه مين هافيشام. She was a very rich lady who lived in the nearest town. دي امراه غنيه جدا عايشه في القريه المجاوره. Most people had never seen her because she never left her large old house. المعلومه اللي عايزك تعرفها عن هشام ده لحد دلوقتي كده ان المس هشام ده حد سيده غنيه وكبيره في السن وان هي قافله على نفسها ما بتطلعش من بيتها وان ما فيش حد شافها. So how does she know بيب؟ طبعا جو قال لها بس بعد استاذنك يعني يا مدام انا ممكن اسالك سؤال، هي منين عرفت بيب اصلا؟ فردت الاخت بيب بكل صفاقه وقالت she doesn't know بيب. بيب مين ده؟ تعرفه منين اصلا؟ هو بيب ده انسان اصلا؟ ده شخصيه؟ ده الانكل بامبل، فاكرين بامبل ده احنا خدناه قبل كده مره، الانكل بامبل ده اللي كان جاب لنا الباي الفطيره بتاعت اللحمه. جو مستغرب هو منين المس هشام عرفت بيب؟ فردت اخت بيب وقالت شي دازنت نو هيم، هي ما تعرفش مين بيب اساسا. هي هشام تعرف بيب؟ تعرف ناس فقراء متنيلين زي كده؟ ده الانكل بامبل هو اللي كان عندها بيزورها. فهي بتساله بتقول له يا بامبل ما تعرف لناش حد هو وود جو زير تو بلاي ويز ا تشايلد هو ليفز زير، ما تعرفناش حد يجي يلعب مع الطفلة اللي عندي اللي انا مربياها دي. فالواد ويل ميك هيز فورتشن، الواد ده لما يروح هناك يا جدعان هيعمل ثروة محترمة جدا من المس هافيشام. تاني كده الاخت اللي هي اخت بيب اللي هي المس جو متوقعة ان بيب لما يروح يشتغل عند هافيشام اللي هي كبيرة في السن في يوم من الايام المس هافيشام هتموت فهتسيب ثروة طائلة. مين هياخد الثروة؟ اكيد بيب. ولما بيب ياخد الثروة اكيد اخته هينوبها من الموضوع ده جانب. And he is going there tomorrow. والمناسبة أنا قررت أصلا وبيب هيروح هناك بكرة، يعني كده حكمت وشكرا الموضوع انتهى. الأخت
اللي هي اخت بيب اللي هي مرات جو نطت مره واحده على بيب وراحت بسرعه 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 like an eagle on a lamb، كأن طائر نزل على الفريسه بتاعته. I was washed، غسلت لي بسرعه جدا. Uncle Bumble took me to Miss Havisham's house، الانكل بامبل خدني لحد ما رحنا على بيب على بيت المس هافيشام. In my best clothes، انا كنت لابس اكتر او انظف ملابس عندي. The next day we waited at the gate، احنا ظلنا واقفين عند الباب نخبط لحد ما جالنا very pretty but proud. خد بالك بقى من الانطباع الاولاني عن بيب عن البنت، بيقول لك ان البنت اللي جت تفتح لنا كانت بنت جميله جدا لكنها متكبره young girl. طبعا الراجل المشهد تخيل معايا كده، الباب اهو في بنت هنا كده جت تفتح لهم، اللي واقفين هنا دلوقتي اتنين قدام الباب بره، الانكل بامبل انكل بامبل ومعانا بيب. حلو، الانكل بامبل بيقول لها ايه بقى؟ This is بيب، يا بنتي. البنت اسمها استلا بالمناسبه عشان نركز في الاحداث كده، بيقول لها يا استلا ده بيب. البنت استلا قالت لبيب ايه؟ Come in بيب، تعالى يا بيب. She said while opening the gate. طبعا انكل بامبل ما كانش معزوم اصلا عشان يدخل، عشان كده هو غادر في التوقيت ده وسابني لوحدي. I followed the girl، انا فضلت ماشي ورا البنت دي لحد ما وصلنا ومشينا في حديقه انتايدي مش مترتبه ملخبطه في بعضها كده. The house looked unused، البيت ده شكله ما حدش بيستخدمه ولا ايه يا جدعان الهبل اللي احنا فيه ده. And most of the doors were closed، معظم الابواب مغلقه. Everything was dark inside، الدنيا كلها جوه المكان مظلمه. And we went upstairs with a candle، طلعنا السلم بشمعه. The girl left me at a door، البيت سابتني قدام الباب وقالت لي ادخل. طبعا بيب حاسس ان الموضوع مريب كده ومش مرتاح نفسيا. انسايد في الداخل بقى ووز ادريسنج روم، دخلت جوه لقيت فيه غرفه تغيير ملابس والغرفه دي منوره بالشمع. ذا كيرتنز وير كلوزد، الستاير مغلقه عشان كده ما فيش اي نور داخل المكان. اند ذن اي سو هير، وفجاه رايتها. مين دي يا ابني؟ ذا سترينجست ليدي اي هاد ايفر سين اور وود ايفر سي، انا شفت اغرب امراه شفتها واغرب امراه انا ممكن اشوفها في حياتي. She was dressed completely in white. هنا بقى هنحتاج نركز شويه. السيده دي اللي هي المس هشام يعني هيوصفها لك بقى، كانت لابسه لبس ابيض كليا with long white veil، وكانت لابسه طرحه لونها ابيض وطويله. And flowers in her hair، وفي ورود في شعرها. بس خد بالك بقى من النقد او الملاحظات اللي هيقولها لك. الهير الشعر كان ابيض، والورد الجميل بص شعرها كان ابيض، والورد الجميل ده كان ميت، والوايت فيل اللي هو الطرحه البيضه الجميله دي كان لونها اصفر بفعل الزمن، يعني كان لونها اصفر لانها لابساها من زمان ما خلعتهاش، ففي بقى كده حاجات جت عليها كده. I saw a bride in a wedding dress، انا شفت كان في عروسه لابسه فستان زفاف. But everything about her was old and sad، بس كل معالمها بتقول انها قديمه وحزينه. Let me look at you she said، الوليه دي ساعه ما شافتني قالت تعالى خلينا اشوفك. As I stood before her، لما وقفت قدامها كده I noticed that the clock had stopped at 22:09. أنا لقيت إن الساعة هناك ساعتها واقفة على الساعة 9 إلا تلت، يعني الساعة 48 دقيقة 22:09. فالولية دي بتسألني بتقول لي Do you know what I have here؟ حاطة إيديها على قلبها كده بتقول له تعرف اللي هنا يا ابني؟ فالواد قال لها يس مدام، أه طبعًا من عندي واحد زيه. It's your heart، ده قلبك، أنا عندي واحد زيه برضه على فكرة. فقالت له لأ ده مش قلبي، It's a broken heart، ده قلب محطم. Then after a moment، بعدها بشوية كده she added، الولية قالت لي ايه؟ ده قلب محطم يا ابني. I am tired، انا تعبانة. And I am bored، وزهقت زهقت. Play play، روح العب. طبعا بيب بيقول لك الولية دي بتقول له روح العب، انت هبلة يا حاجة، العب فين في الزريبة اللي انا فيها دي. I wondered what game I could play، اولا انا سألت نفسي العب ايه يا عم، هو في لعب اساسا؟ So I replied that I could not play alone، قلت لها ما بعرفش العب لوحدي معلش. فراحت هي قايلة بقى ايه؟ Call استلا، نادي على استلا. استلا دي مين يا شباب؟ البنت اللي فتحت الباب. Call استلا The old lady said، قالت لي روح نادي على استلا تلعب معاك. When استلا entered، اول ما دخلت استلا I saw that she was the girl who had let me in، انا لاحظت ان البنت دي هي البنت اللي فتحت لي الباب. Now she was told to play with me، المس هشام قالت لها العبي يا بنتي مع بيب. لاحظ بقى عشان في هنا ملحوظه مهمه، واول الغطرسه بتاعت مين؟ البنت الصغيره دي. البنت اشتكت بتقول لها ايه بقى؟ But he is just a poor working boy، البنت اللي هي استلا بتقول يا مس هشام بقى انت عايزين العب مع عيل فقير من الطبقه العامله، عيب عليك يعني. المس هشام said something to her، المس هشام whispered يعني همست في اذنها بكلام. I couldn't hear clearly، ما سمعتش منه حاجه عموما يعني. But I thought she said، بس اعتقد ان هي قالت well حسنا. You can break his heart، ممكن تحطمي له قلبه وخلاص يعني، احنا هنعمل ايه يعني. And so استلا and I played games while Miss Havisham watched silently،
بدأت أنا وإستلا نلعب ألعاب والمسها هشام عمالة تشاهدنا بصمت. البنت اللي هي إستلا بدأت تلعب على إنها تدمر في نفسية بيب، وحتى في أول كلام كده قالت له What dirty hands you have، يا لها من يدين قذرتين. إستلا بتقول كده لمين؟ لبيب. Unkindly بكل قسوة قالت لبيب أنت إيدك وسخة ليه كده؟ And what ugly boots، والجزمة الزبالة اللي أنت لابسها دي. الواد بيب ساعة ما سمع الكلمتين دول بيقول لك I was ashamed. Ashamed يعني أنا كنت أشعر بالخجل بسبب إن أنا فعلا جزمتي مش نظيفة والدنيا مش مظبوطة كده معايا. Finally المس هشام called me to her. المس هشام قالت لي تعالى هنا جنبي كده وخدتني جنبها. What do you think of her؟ إيه رأيك فيها؟ طبعا المس هشام عايز يتعلق بيب بإستلا، فبتقول له إيه رأيك في البنت اللي أنت كنت تلعب معاها دي؟ She asked looking at Estella، سألتني كده وهي بتبص على إستلا. فرحت أنا قايل لها I think she is very proud، أنا شايف إن هي فخورة شويتين. And very pretty، وكمان جميلة. And very rude، وسلوكها سيء. I said I would like to go home now، أنا عايز أروح. بيب بعد ما قال رأيه في إستلا قال لها عايز أروح. مس هشام made me promise to come back in 6 days، المس هشام قالت لي أنت هترجع بعد 6 أيام. Then Estella led me back through the dark house and out into the garden. بعد كده استيلا خدتني تاني عشان اطلع لحد الباب. بس قبل ما امشي استيلا جيف مي سام فود، استيلا قدمت لي بعض الطعام. ما هي كيوتة هي عم بتقدم له اكل، لا ما هي ادته اكل وشرب بس يا ريتها سلمته له في ايده. She didn't hand it to me، ما سلمتنيش الاكل في ايدي. بدلا من ذلك she put it on the ground، رميته على الارض وقالت له انزل ياكل كانه كلب. بدات نفس بيب تصعب عليه شويه كده وبدا يعيط. When she saw that I was crying she smiled، البنت اللي قلبها كافر من جوه دي ساعة ما شافتني معيط بدأت تبتسم كأنها انتصرت. I returned home، أنا روحت البيت. Hurt مصاب أو يعني عندي إيذاء نفسي. And ashamed of my smile of my simple life، وأنا خجول وخجلان من حياتي البسيطة. خد بالك بيب لما روح كان مجروح وكان خجلان من حياته. في الكيتشن في المطبخ المس جو اند انكل بامبل شوك وير ويتنج فور مي، اول ما روحت البيت لقيت المستر بامبل واختي مستنيني. معلش سؤال، يعني مستنيني ان وحشتهم؟ لا مش مستنيني وحشتهم، عايزك تفهم دي كويس كده ان هما كانوا متوقعين او متوقعين ما زالوا ان بيب راح يشتغل عند هشام، فلما هشام تموت في يوم من الايام بيب هياخد الميراث منها وهما الاثنين ياخدوا جزء، ده توقعهم. فهم مستنيين بيب لما يرجع بالسلامه عشان يسالوا باقي الاخبار وهشام قالت لك ايه والدنيا دي. They wanted to know، هم عايزين يعرفوا what had happened، عايزين يعرفوا ايه اللي حصل. بس بيب في مأزق دلوقتي، بيب لو قال لهم ان لما رحت هناك الدنيا مش كويسة ومش عايز اروح تاني هتنزل عليه اخته ضرب لما تكسر له سنانه. I didn't want to tell them the truth، مرضتش اقول لهم على الحقيقة. بس فيما بعد when I was alone with Joe، لما كنت قاعد انا وجو لوحدينا انا حكيت له بكل حاجة حصلت هناك. I said that the beautiful girl at Miss Havisham's house had said I was common، قلت له كمان يا بيب يا جو البنت دي بتقول عليا ان انا عيل شعبي. And that I felt ashamed، وقلت له كمان ان انا اشعر بالخجل من نفسي ومن بيتي ومن ملابسه كده. جو told me to be happy with my position، خد بالك جو قال لي لا لازم تقبل او تتقبل وضعك كده وتبقى انسان قنوع بنفسك وعندك سلام نفسي. But I couldn't forget what had happened، بس انا مش قادر انسى اللي حصل، البنت رمت لي الاكل على الارض لاني مش قد المقام. I knew that this was the beginning of something that would change the rest of my life، بيب قال لك بقى بص ودي توقعات ودي النبوءه اللي حصلت وتوقعها بيب وحصلت. بيب قال انا متوقع ان دي بدايه حاجه هتحصل في حياتي هتغير لي حياتي كلها. I decided to learn much as much as I could، انا قررت ان انا لازم اتعلم اكتر من اللازم في المدرسه. If I had better education، ما انا لو متعلم تعليم كويس Estella would be kinder، Estella هتضطر انها تعاملني كويس لاني بقيت جنتلمان. المهم بعدها بيومين I asked Biddy، انا قابلت بيدي اللي هي بنت المعلمه وطلبت منها if she would help me more، ممكن تساعدني اكتر يعني اضافه with my lessons and she happily agreed، والبنت بيدي دي كانت لطيفه خالص وكيوته وقبلت. الفيليج سكول was very busy and noisy، المدرسه اللي في القريه كانت مزدحمه وكان فيها ضوضاء شديده. But when I left it that evening I hoped that with hard work I would one day leave the simple life behind me، بيب بيقول لك يعني كده ملحوظه على مدرسته انها كانت مدرسه مكتظه بالطلاب وكانت غريبه. بس في اليوم ده بالذات لما روح كان هو متوقع ان حياته هتغير في يوم من الايام وهيكون متعلم فهيكون جنتلمان. On my way home، ركز بقى عشان في هنا حدث محوري هيحصل. وانا مروح من المدرسه على البيت انا عديت على الان الحانه اللي بيقعد فيها دايما مين؟ سيد جو. He was sitting with a man I had not met before، جو كان قاعد مع راجل غريب عمري ما شفته قبل كده. He looked at me strangely، الراجل عمال يبص عليا كده بشكل غريب وباستغراب. الراجل السيد جو
بيكلم الراجل الغريب وبيقول له ايه؟ جو بيقول للغريب It's bad weather tonight. الطقس النهارده غريب جدا وصعب. فالراجل رد عليه The mist is so thick you wouldn't know there was a prison skipped out there on the marshes. ركز، بيقول لك الدنيا الطقس النهارده غريب والضباب كثيف. انا بتمنى ربنا يسترها كده ما يكونش في حد كمان يهرب النهارده من السجناء. او از ذير، الراجل سال قال له هو في حد يعني هرب قبل كده؟ اي دونت نو ذيس اريا، انا مش عارف المكان ده بصراحه يعني، انا ضيف هنا وكده ما اعرفش. ات سيمز فيري لونلي اوت اون ذا مارشز، بس تقريبا المكان عند المارشز يبدو فيه وحده كده وشعور بالوحده، ما فيش حد يساعدك او يونسك. فرد عليه جو وقال له على فكره انت ما جبتش جديد يعني، مارشز ار اولويز لونلي، المارشز دايما تحس فيها بالوحده وان محدش موجود وكده. بيرهابس يو ار رايت، ربما انك على صواب، الراجل قال كده. ركز بقى في المشهد ده تاني كده عشان المشهد ده تحس انه مش اي ستين لازمه، بس عايزين برضه نتقنه لربما يجي عليه سؤال. بيب طلع من المدرسه بعد ما تخلص كلامه مع البنت اسمها بيدي وهو مروح، عدى على الحانه اللي بيقعد فيها دايما جو، لقى جو قاعد مع راجل غريب. فجو بيكلم في الراجل وبيقول له ان الطقس النهارده غريب والضباب كثيف ونتمنى ان مفيش حد من السجناء يهرب تاني. رد عليه الراجل الغريب اللي هو الضيف قال له هو في حد بيهرب يا عم؟ I don't know this area، انا معرفش المكان ده كويس، بس يبدو ان المكان عند المارشز يعني فيه وحده وكده. فجو قال له اه طبعا المكان هناك مفيهوش حد فتحس بالوحده. المهم الراجل الغريب قال له ربما انت كلامك صح. ركز بقى في الحته دي عشانها مهمه. الراجل الغريب ده طلب asked if any escapee او escaped convicts had been found recently. الراجل سالهم هو في حد من السجناء اللي هربوا اتمسك؟ and I began to feel uncomfortable. ساعة ما سأل السؤال ده أنا حسيت إن الدنيا مش طبيعية كده وبدأت أحس إن أنا مش مرتاح. وبعد كده الراجل ده جات له كوباية الشاي بتاعته. كوباية الشاي الجميلة دي المفروض إن فيها سكر، فهو هيقلب السكر بتاعه بإيده. طلع إيه عشان يقلب السكر بتاعه بيه؟ طلع المبرد. إيه ده؟ ده بيب بيبص لقى المبرد ده هو المبرد اللي هو كان سرقه من عند السيد جو. قال لك أهو اسمع، I saw that he was using a blacksmith's file. أنا لقيته بيستخدم مبرد من المبارد بتاعة الحدادين. It was the same file that I had taken from Joe's workshop. ده نفس المبرد اللي انا سرقته من الورشه بتاعت جو اير اجو من سنه. But Joe didn't notice. بس الحمد لله ان جو لم يلاحظ. خلصنا كده الفصل الثاني، قصه لطيفه ما اعتقدش ان فيها تعقيد، وان شاء الله في الامتحان درجتها مضمونه. نتابع مع بعض الفصل الثالث. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.